بالخبر الاولي عدنا انا محمد جواني وحذف اغنيته الجديده خسرتي حالك. فمرحبا الليلي حبايب حذفت اغنيته من قناه جواني، اما بالنسبه للسبب فالصراحه ما اعرف، وحتى جواني ما طلع بحساب الانستغرام موضح الموضوع، وانا ما مجرد نزل على حساب الانستغرام هذا الستوري الكاتب العين بالعين. اغلب المتابعين توقع انه هو يقصد بيسان اسماعيل بكلامه، لكن ممكن يكون ما يقصدها هي. اتوقع المشكله هي حقوق طبعا نشر. المهم ان شاء الله ترجع باقرب وقت. وما ادري صراحه اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو توقعاتكم للموضوع، عن شو تتوقعون سبب حذف الاغنيه، واذا كانت بيسان هل تتوقعون محمد جواني راح يحذف قناه بيسان او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار. فنور نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات يحمس بها المتابعين للمقطع اللي راح ينزل اليوم على الساعة بالأربعة على قناة الثانية اللي راح يكون ويا يارا مار، فراح احط لكم هذه الستوريات شوفوها. يا جماعة كيفكم؟ أنا خلصت تصوير هلا، بس رايحين هلا أنا ويارا ومحمد أخوي على البيت لعنا حتى نصور لكم القناة الثانية، فخليكم جاهزين بكرة فيديو جديد على القناة الثانية. جاهزين الساعة 4. يو جلادين، خلصت لكم أخيرا وات؟ واخيرا خلصنا لكم التصوير، بكره الساعه 4 قناتي الثانيه خليكم جاهزين انا ويارا. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو ريدر، ونزول اغنيته الجديده. فريدر نزل على حسابه بالانستغرام هذا البوست اللي كان باغنيته الجديده، جاء مدتها دقيقه اللي حابين يسمعها فهي على حساب ريدر اللي طالع قدامكم حاليا. روحوا تابعوه واسمعوه، راح احطكم جزء من عدها وكملوا الباقي عنده. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقه شهدوا سمد واخفوهم الاسم عمار ماهر من التعليقات اللي عدهم. طبعا بالبدايه اللي ما يعرف من هو عمار ماهر، فعمار ماهر هو يوتيوبر عراقي عنده اكثر من قناه، قناه بها 1.5 مليون تقريبا وقناه بها 5 ملايين. اما عشان سبب حذف عمار ماهر من التعليقات اللي عدهم الصراحه مو معروف بالضبط، ولكن ممكن انه يشاهد عراقيه وتعرف عمار وهي حذفت اسمه. اما بالنسبه للدليل لو ندخل على اخر مقطع نزلوه ونزل بها التعليقات ونكتب اسم عمار ماهر، بعدها نروح على كلمه لاحدث اولا عم ندفع التعليق وتعليق الاشخاص اللي علقوا ورايا، بعد ما نحفظهم زين نروح نغير الحساب عم نشوف هل التعليق ظاهر للناس او لا. بعد ما نغير الحساب ونزل بها التعليقات ونروح على كلمه لاحدث اولا راح نشوف انه تعليق ما ظهر وانما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشو رايكم بحركه اخفاهم لاسم عمار ماهر من التعليقات اللي عدهم. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين نور مار ومحمد جواني وام سيف على ابن سوريا سامر وحود. طبعا هذه المره السادسه، وما ليس شو سبب هذا التهجم. فابن سوريا طلع بث مباشر وسب نور مار وشبهها بالضفدع، سب جواني وام سيف واتهموا انهم نصابين. فابن سوريا نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، ولو تدخلوا على المقطع وتنزلوا بها التعليق راح تشوفون انه كل التعليق انقلبت بالانجليزي ومكتوب عليها جيش جواني نور مار وام سيف، اللي طبعا يريدون يجمدون المشاهدات على المقطع ويجبرون ابن سوريا انه يطلع ويعتذر على اللي سواه، سب الاغلب اليوتيوبر السوريين. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وهل هو يستحق هذا التهجم اللي تعرض له ولا. الخبر الخامس اللي عدنا عن مريانة غريب وشنو صار وياها بعد وفاة ابوها الله يرحمه. فهي قطعت عن السوشيال ميديا فترة معينة، لكن حاليا نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات كلش مهمة فتقول بها كلام من قلبها. في البداية تشكر بالاشخاص اللي ساعدوها المتابعين واصدقائها والفريقهم. اما بالنسبة لشو بتاعها ترجع لليوتيوب فقالت ان هي مصورة اكثر من مقطع بالسابق، ولا من نزلتهم راح تنزلنا اياها بالايام القادمة، راح احط لكم الستوريات هذه كلها شوفوها. مرحبا كيفكم؟ اول شيء بدي اتشكر كل الناس وكل المتابعين يلي كانوا معي ووقفوا جنبي وبعثوا لي رسائل كتير حلوة. صح أنا كنت غايبة يوتيوب وإنستغرام، بس أنا كنت بقرأ كل كومنتاتكم وبشوف تصاميمكم الحلوة. بدي أتشكركم من جوة قلبي لأنه فعلا كنت معي عائلة وقفتوا جنبي لو بكلمة حلوة لو بشي بسيط. لكم شكرا من جوة قلبي، وإن شاء الله عن قريب كتير. أنا مصورة فيديوهات من قبل، فان شاء الله بعد يومين رح ينزل فيديو على اليوتيوب وارجع لنشاطي مثل قبل وترجع ضحكتي كمان مثل قبل مثل ما انتم متعودين علي. وبقولكم انه انا كتير كتير بحبكم عن جد، وشكرا على كل شيء من جوات قلبي. انتم احلى شيء صار بحياتي، شكرا كتير. وكمان بس هيك حابه اتشكر الفريق، كانوا معي دعموني وقفوا جنبي، وبالذات طبعا جابت لك شكرا كتير كتير وقفت معي. وبدي اتشكر كمان رفقاتي المال المشاهير، رفيقي نبيل معي على المره قبل الحلوه دائما من 4 سنين لحد هلا لحد هاللحظه هاي. بدي لك شكرا كثير، وانت عن جد اخي اللي الله ما طعمني اياه، فبدي لك شكرا كثير. وشكرا كثير لكل رفقاتي، في ناس مال مشاهير كمان كانوا معي ووقفوا معي ما تركوني ابدا، بدي لهم شكرا كثير. انتوا عملتوا بصمة جواتي هيك انه كنتوا معي بيوم كتير كان هيك انه ايام كانت سيئة تعدي على الكل ايام السيئة مو بس علي انا. فبدي لكم شكرا كتير، وانا عن جد بحبكم انتوا كتير ناس غاليين على قلبي. بس هيك وصلنا نهاية المقطع، من المقطع عجبكم لا تحطون لايك، تركوا بالقناة، تنكوا فايزي مقدمة من القصص. شكرا على كل الدعم وبس مع السلامة.